لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في الهيئات، خوفا من انتشار فيروس كورونا، 8 محافظات تعلن عن تعطيل الدوام في المؤسسات العامة. في صحيفة المدى، بغداد خالية من الفيروس كورونا تصعد وتيرتها، إصابات في كركوك. في العرب اللندنية، الصدر قائدا لعملية إنقاذ النظام العراقي بموجب اتفاق أبرم في قم. في الزمان، صراع الأحزاب على الوزارات يضعف جهود تشكيل الحكومة. في موقع كتابات، رصاصات ميليشيات إيران لم تفرق بين سني وشيعي ومسيحي، صلوا لأجلهم. في موقع عربي 21، ارتفاع قتل المواجهات ببغداد إلى 2 وعشرات الجرحى. وفي الشرق الأوسط، استنفار خليجي لاحتواء كورونا بعد تسجيل 48 إصابة. السلام عليكم، نازل أخذ حقي، يخفي هذا الشعار الرئيس للحراك الشعبي المستمر منذ أكثر من 4 أشهر يخفي معاني وأهدافا متنوعة. من جانب، تلخص شريحة واسعة من المنتفضين في هذا الشعار مطالبها بمزيد من الحقوق الديمقراطية والمدنية وسعيها لتغيرات شاملة للنظام السياسي الفاشل في العراق، بحسب الكاتب ناجح العبيدي في مقاله بصحيفة المدى. تعكس هذه الشعارات المطلبية شعورا طاغيا بالحيف والظلم جراء انعدام العدالة في توزيع الثروة الوطنية نتيجة استئثار فئات معينة بالامتيازات المادية والمناصب والوظائف السخية، بينما خرج مئات الآلاف من خريجي المدارس والجامعات خالي الوفاض. لقد ترسخ هذا النهج بشكل خاص أثناء ولايتي رئيس الوزراء الأسبق نور المالكي بعد عام 2005، وظفت الأحزاب والكتل المشاركة في نظام المحاصصة الطائفي والإثني الارتفاع غير المسبوق في أسعار النفط ومعدلات إنتاجه من أجل تعزيز نفوذها وكسب المؤيدين عبر توزيع الوظائف والمناصب الحكومية بلا حساب على الأقارب والأعوان والمقربين بالدرجة الأولى. لم تؤدي المحسوبية وسياسة الأقربون أولى بالمعروف إلى تضخم صفوف جيش الموظفين الحكوميين الجرار وتبديد المال العام وتفشي الفساد فحسب، وأنما أيضا إلى اتساع مشاعر الغبن والغضب والحسد لدى قطاعات واسعة من الشباب الذين رأوا بأن زملاء لهم في المدرسة أو من أبناء الجيران يرفلون بنعيم الوظيفة الحكومية لمجرد أنهم يملكون الواسطة أو دفعوا الرشوة التي أهلتهم للانضمام إلى حماية المسؤولين السياسيين أو إلى صفوف الشرطة والجيش، أو أضعف الإيمان الحصول على وظيفة مكتبية لدى كتائب حزب الله وعصائب الحق وغيرها من الميليشيات الشيعية. هكذا باتت الوظيفة الحكومية العنوان الوحيد تقريبا للعمل، حيث أصبح الكثيرون من عمال القطاع الخاص يعتبرون أنفسهم عاطلين عن العمل، على الرغم من أنهم يمارسون فعليا أنشطة إنتاجية هامة وضرورية. يعني من الواضح أن الطبقة السياسية الفاسدة ترمي من وراء هذه الحلول حماية امتيازاتها أمام الشارع الملتهب، لكن تأثيرها سيكون مؤقتا في ظل تعمق مأزق الدولة الريعية. كل عام تزداد نفوس العراق بأكثر من 1,000,000 نسمة، وعاجلا أم آجلا سيخرج بعضهم إلى الشوارع رافعين من جديد شعار نازل آخذ حقي. رئيس الحكومة المكلف يبدي صلابة غير متوقعة خلال مرحلة اختيار أعضاء كابينته، ولم يصغي إلى مطالب كتل سياسية يهمها المحافظة على مكاسبها ونفوذها. تقرير حول تشكيلة علاوي لصحيفة العرب اللندنية.
قالت مصادر سياسية في بغداد أن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي قد يعتذر عن مهمة تشكيل حكومة في أي لحظة، بعدما وصف رئيس البرلمان محمد حلبوسي رغبة رئيس الحكومة المكلف بتشكيل حكومة مستقلة عن الأحزاب بغير الواقعية. وبعدما كان قاب قوسين أو أدنى من إكمال كابينته الوزارية بمباركة سياسية كانت واسعة حتى قبل أيام، يبدو أن الفريق السياسي المناهض لعلاوي في طريقه لتحقيق الانتصار، إذ تبدد الدعم السياسي الذي كان يعتمد عليه في ظروف غامضة. ويقول مقربون من علاوي إن رئيس الوزراء المكلف رفض طلبات من قوى سياسية شيعية وسنية وكردية بإشراك ممثليها في الحكومة، فانقلبت عليه، وبدلا من أن تقول هذه القوى الحقيقة راحت تتحدث أمام الشارع أن تكليف علاوي لا يحقق مطالب المتظاهرين المرابطين في الشوارع منذ 5 أشهر، أو أن قرار التكليف لم يكن دستوريا، ما استدعى دخول رئيس الجمهورية برهم صالح في دائرة السجال الإعلامي ليؤكد أن اختيار علاوي تم بعد موافقة صريحة من غالبية القوى الشيعية والسنية والكردية. وتقول مصادر أن علاوي إذا لم يكن قد قرر فعلا استرضاء المعترضين خلال اليومين القادمين فإنه لن ينتظر حتى يسقطه البرلمان علنا، وسيتخذ خطوة تقربه من الشارع المحتج ضد فساد الطبقة السياسية وتحكم الأحزاب الخاضعة لإيران بمقدرات البلاد. في العراق سياسيون من الدرجة العاشرة لا يملكون من مؤهلات القيادة ولا من المعرفة بفنون الحكم والسياسة شيئا يذكر، باستثناء حبهم التسلط وممارستهم القمع المبرمج وشرههم للمال وتوغلهم في صفقات الفساد وتنكرهم لحقوق الوطن والمواطن إلى درجة تخلقهم بأخلاق الثعابين. الثعابين كما هو معلوم لا ترى الأشياء بوضوح، أحيانا يصل الأمر عندها إلى درجة انعدام الرؤية. سياسيو العراق كذلك 16 عاما وهم لا يرون أبعد من أرنبات أنوفهم، يتعاملون مع المتغيرات بالطريقة التي تضمن مصالحهم ومصالح أحزابهم ومصالح الجهات التي جاءت بهم. يستوي في ذلك من هم محسوبون على طهران أو من هم محسوبون على واشنطن، ومن هم بين الاثنين. ولذلك تراهم يداهنون ويتملقون ويزيفون الوقائع والأحداث على النحو الذي يحمي مصائرهم الشخصية ومواقع نفوذهم، ويبقي سيطرتهم على المال والقرار، ويغطون ذلك كله بكلام معسول ووعود براقة يكررونها في كل مناسبة، كما الثعابين التي تغطي أجسادها بجلود تعينها على الحركة والتنقل وتجددها كلما دعاها الحال. وكما جبلت الثعابين على الخداع والمكر، فقد تدرب السياسيون على ذلك إلى درجة أنهم أصبحوا يتبادلون الضحك بعضهم على ذقون بعضهم الآخر من دون شعور حتى بحياء مصطنع. على وفق هذا السياق تجيء حكومة توفيق علاوي التي تعسرت ولادتها بفعل بعض من خصومه لتطيل في عمر العملية السياسية عاما آخر، وعلى الرغم من أنه قد عرف برفض الثوار له، إلا أنه لم يستمع لنصيحة أصدقائه بالتراجع والخروج بجلده سالما، وإنما قفل على نفسه وقرر أن يجرب حظه. كورونا يعيد تشكيل العالم، مقال حسن أبو طالب في صحيفة الشرق الأوسط، وجاء فيها تحذيرات رئيس منظمة الصحة العالمية حول ضرورة أن يضرب العالم بقوة الآن وبسرعة فيروس كورونا المستجد، ولا تضيع الفرصة وتخرج الأمور عن السيطرة، يعطي مؤشر قلق ليس للصين وحسب، وإنما أيضا للعالم بأسره. ما حدث في التاريخ القديم يحدث أمام أعيننا الآن، ففي الصين كما في كوريا الجنوبية يتم عزل مدن بأكملها منعا لانتشار العدوى إلى مناطق أخرى، كما يتم التخلص من متعلقات المرضى المتوفين جنبا إلى جنب مع إجراءات الحجز الطبي المنزلي لمدد معينة أو مفتوحة،
وفقا للقدرة على تقييد الانتشار أو التوصل إلى علاج فعال للمرض. كما لجأت دول عديدة إلى تعليق السفر من وإلى الصين أو بلدان أخرى امتد إليها المرض، مثل وقف الرحلات بين الكويت وقم في إيران، وقرار الرياض تعليق سفر المقيمين إلى إيران. تمدد فيروس كورونا سوف يصاحبه نتائج اقتصادية كبرى على مسار العولمة الراهن، فحركة السياحة العالمية مرشحة للانكماش بنسبة لن تقل عن 8 إلى 12%، ومرشحة للزيادة إذا طالت الأزمة أكثر من 6 أشهر. ويعود التأثير الهبوطي إلى احتمال خروج حركة السياحة والسفر الصينية إلى مقاصد السياحة العالمية المختلفة. يمتد الأمر إلى الدور الذي تلعبه الصين في مجال استيراد النفط، والطلب العالمي مرشح للانخفاض، وبالتالي انخفاض الأسعار نتيجة قلة الطلب الصيني وما يصاحبه من قلة الطلب العالمي الذي سوف يتأثر بانخفاض التصنيع المعتمد على قطاع غيار مصنعة في الصين. وهكذا سوف تتأثر الاقتصادات المعتمدة على تصدير النفط، كما ستتأثر الاقتصادات المتداخلة بشدة مع الاقتصاد الصيني. طبعا ما يحدث في العلاقات الاقتصادية بين الصين وعدد من الدول العالم يدفع إلى مراجعة بعض السلوكيات والأفكار التي سادت في العقدين الماضيين. على سبيل المثال، الصين هي مصنع العالم الذي يمكنه أن يقدم منتجا رخيصا في كل الأوقات يعتمد عليه لخفض التكلفة في الصناعات المتوطنة في بلدانها الأم. دعا السفير الأمريكي في سوريا روبرت فورد دعا واشنطن لحماية السوريين الهاربين من مدينة إدلب، وأكد في مقال نشره في مجلة فورين أفيرز أن ممرا آمنا قد يؤدي إلى وقف أزمة إنسانية. ويرى فورد أن الموجة الأخيرة من النزوح هي الأكبر منذ بداية الحرب الأهلية السورية قبل 9 أعوام، ولم تعد منظمات الإغاثة قادرة على مواجهة الأزمة الإنسانية فيما تعاني المنطقة من شح الأدوية والغذاء، وأصبحت الخيام والبيوت العامة قرب الحدود التركية مزدحمة بالنازحين، وأجبر 170,000 شخص على الإقامة في بيوت لم تكتمل بعد، وهناك من ناموا على قارعة الطريق والحقول في ظروف جوية تنخفض فيها درجات الحرارة إلى ما تحت الصفر، ما أدى إلى وفاة الأطفال الرضع والصغار. ومن الواضح ما سيحدث لهذه الأمواج البشرية من المدنيين لو استطاع جيش النظام السوري السيطرة على هذه المنطقة، حيث سيتم قتل أعداد كبيرة منهم أو سجنهم. وقد قامت العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش والمفوضية الأوروبية للتحقيق في سوريا بتفصيل جرائم نظام بشار الأسد التي ارتكبت بحق المدنيين السوريين وحتى عمال الإغاثة. وعندما تصل قوات الأسد إلى الحدود التركية فسيتم تقرير مصير هؤلاء اللاجئين الذين فروا إلى الحدود التركية، إلا في حال فتحت تركيا الباب لهم لدخول أراضيها. وأشار فورد إلى تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدفع القوات السورية إلى المكان الذي كانت فيه قبل بداية الأزمة الحالية، إلا أن الطيران الروسي تحكم بالأجواء السورية في غرب البلاد، وفي الوقت نفسه لا تريد أنقرة افتعال مواجهة مع موسكو في إدلب. في تقرير لها قال صحيفة ليبراسيون الناطقة بالفرنسية أن الجيش الإسرائيلي يستخدم جثث الفلسطينيين كأداة في أي صفقة محتملة لتبادل الأسرى بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ويقول مراسل ليبراسيون إن نفتالي بنت عازم على استغلال تعيينه كوزير للجيش في حكومة مؤقتة بإطلاق التصريحات والإجراءات الاستفزازية طالما كان غير قادر على شن حربه. ويضيف المراسل أن هذا الجندي السابق في لواء النخبة والذي أصبح مليونيرا فيما بعد يريد الحفاظ على صورة القوي التي حاول أن يحافظ عليها منذ دخوله عالم السياسة، خصوصا أنه صاحب التعليق الشهير قتلت الكثير من العرب ولا مشكلة في ذلك، قبل أن يعود ليعلق على الانتقادات الموجهة له بعد حادثة الجرافة بالقول تعبت من انتقادات المنافقين في اليسار الإسرائيلي.
وقد صدم الجميع من الصور القادمة من غزة، حيث دخلت جرافة ودبابة عسكريتان عبر الحدود إلى قطاع غزة، وسحبت الجرافة بأسنانها جثة شاب فلسطيني بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار تجاهه. وقالت الصحيفة إن هدف وزير الجيش نفتالي بينيت من الاستيلاء على جثة الفلسطيني في غزة الذي استشهد قبل يومين هو الحفاظ عليها كأداة في أي صفقة تبادل قادمة. أعلن الخبير الذي يقود البعثة المشتركة لمنظمة الصحة العالمية أن العالم ببساطة غير مستعد لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، مرحبا بما تقوم به بكين لاحتواء هذا الوباء. وقال بروس أيلوورد العائد من الصين للصحفيين في مقر منظمة الصحة العالمية في جنيف: عليكم أن تكونوا مستعدين للتعامل مع الفيروس على مستوى أوسع، ويجب أن يحصل ذلك بسرعة وفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف: لسنا مستعدين كما يجب أن نكون من الناحية النفسية أو المادية. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.